المشروع قليلا في اشغال بناء المينا الكبير في النخرة الكلاسي بعد الانتهاء من مرسل في الدراسات والمساقي الميدانية. والمستعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية سوف انجاز مجموعة من المشاريع في مجال التموين وتحويل منتوجات الصيد المحلي الذي يوفر آلاف مناصب الشغل في أبناء النخرة. ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية بإيجاده. واعتبارا لما نلي من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجير المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين. وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنسيقه في أقرب الآجال. لم نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير. شعبي العزيز، إذا الوفاء برؤية المسيرة الخضراء ولقصرها الخالد يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة من أجل اندفاع وحدة الوطن وتعزيز تقدمه وصباته بعمق النهج الثاني. أكرم الله بالثواب وعلى أرواح كل الشهداء في مطار الأبرار. كما نوجه تحية إشادة وتقدير للقوات المسلحة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوكالة المدنية على تفاديهم تحت قيادتهم في الدفاع عن وحدة. تتابعنا وإياكم مشاهدينا الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك